السلام عليكم فيورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہولی قرآن ریسیٹیشن 86. فیورز، آج میں آپ کے لیے سورت البقرہ کے رکو نمبر 40 کی کلیت لے کے آئی ہوں. فیورز، سورت البقرہ کے رکو نمبر 40 میں آیت نمبر 284 سے لے کے آیت نمبر 286 تک آیات ہیں. اس سے پہلے فیورز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے، اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. تو آئیے ویورز، مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورت البقرہ کے رکوع نمبر 40 کی قرأت سماعت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.